معصوب العينين ومكبل اليدين، إجراءات احتياطية لا بد منها عند نقل شخص مقبوض عليه متلبسا للتحضير لهجوم إرهابي. محمد حسين سعود اسم هذا المعتقل، من عامل نظافة في تدمر لجاسوس يعمل لتشكيلات تدور في فلك الاستخبارات الأجنبية، صيد ثمين للأجهزة الأمنية السورية. اشتغلت كموظف في مدينة تدمر عامل نظافة، كنا موظفين وفاتوا الدواعش واجبرونا، جونا اجبرونا على هيا اما من قصاك. نحن كنا موظفين الدولة. هذه فظائع داعش. سعود متورط بشكل غير مباشر في جرائم كثيرة، كان ينقل جثث من قتله التنظيم من عسكريين ومدنيين ليرميها في الصحراء. هرب من تنظيم الدولة وانضم لغيرهم من مسلحين يحظون بغطاء أجنبي وتحديدا بريطاني. انضميت لمجموعة علي القاسم يدعى له الفريح، تطلع مهمات شو 55 بحجة الدواعش يطلعوا على المدنية يشلحوا البدو، ما يدعى البدو يشلحوهن مصريات وما مصريات ويجوا هن، بالإضافة إلى بدر عذاب الربع يطلع مهمات ويرجعوا على التنف يتقاسموا العملة اللي يشلحوها للأهالي البدو بحجة إنهم دواعش، يتقاسموها الطلاع وأبو عنتر وما ترى. محمد حسين سعود اعتقل في تدمر خلال تصويره لمنشآت مهمة، كان يتلقى التعليمات عبر وسيط يأتي إليه ويرسل المعلومات من خلال الانترنت براتب شهري يبلغ 400 دولار أمريكي. الهدف هو استهداف مواقع الجيش السوري والقوات الحليفة. انضميت لمجموعة بدر الربع التابعة للرديف لبريطان. متى؟ أي عام؟ من شي سنة وشوي، يعني 2018. أنا كنت بدي أنهزم، بقى صارت هي، جيت هون قالوا لي كذا كذا أني بنبعتك، ما كانوا يخلوني أطلع، بنبعتك على سوريا بمهمة أنك تستطلع لنا وكذا كذا، ونحن بنبعت لك أشخاص معينة بس ما حددوا أسمائهن، وين بدك تبرك مثلا يجوك أشخاص معينة تخبرك. عادة ما كان المسلحون المعتقلون يتجنبون الحديث عن تعاملهم مع الاستخبارات الأجنبية، لكن الآن يبدو واضحا أن MI6 البريطانية والاستخبارات المركزية الأمريكية تنشط في مناطق تحتلها في الجنوب السوري. ليس احتلالا فحسب، فالقواعد العسكرية واللوجستية تدرب عناصر تخريبية بهدف زعزعة استقرار الدولة السورية.